أكبر دجاج في العالم يسمى ميراكلي، ويبلغ ارتفاعه 3 أقدام ويزن 7 كيلوغرامات. طائر محب وسعيد للغاية ويعامل بشكل جيد. يكشف مزارع أنه يمتلك أكبر ديك في العالم بعدما حققت بقرة بحجم الفيل شهرة كبيرة وانتشرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي. كشف مزارع عن ما يعتقد أنه أكبر دجاجة في العالم، وقالت صحيفة بريطانية أن ديكا يدعى ميراكلي يعيش في مزرعة بوكوسوفو. يعتقد أنه الأكبر في العالم إذ يبلغ ارتفاعه 3 أقدام ويزن 7 كيلوغرامات. وقال صاحبه الذي لم يكشف عن اسمه أنه طائر محب وسعيد للغاية ويعامل بشكل جيد. وينتمي ميراكلي لفصيلة براهما، وهي سلالة من الدجاج المهجن الذي يتميز بوزنه الكبير، حيث يبلغ متوسط وزن هذا النوع من الطيور نحو 5 كيلوغرامات. إذا أعجبك الفيديو نرجو الاشتراك في القناة ومشاركته مع الأصدقاء.